للوقوف أكثر إذا مشاهدين على تطورات النزاعات العشائرية في العراق في ظل تزاودها في الآونة الأخيرة مع غياب شبه تام للدولة، معنا هاتفيا من إسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم. مرحبا بكم شيخ أحمد. إذا بحسب لجنة الأمن والدفاع النيابية فإن مشروع شراء السلاح من العشائر ليس متداولا، وأن نزع السلاح الآن يعني صعب جدا، ما تداعي ذلك في ظل تزايد وتيرة النزاعات العشائرية في العراق؟ حياكم الله أخي وبارك الله بك وحيا الله المشاهدين الكرام. وحياك أهلا بك. بالتأكيد عندما تختفي الدولة بكل هياكلها القانونية والسياسية والأمنية وتحل محلها دولة الميليشيات والعصابات الإجرامية، هذه الميليشيات طبعا تخدم أحزابها المتسلطة على رقاب العراقيين، وكذلك تخدم أسيادها الذين ينفذون مشروعها داخل العراق. هذه الميليشيات طبعا تمتلك، هي التي تمتلك السلاح المنفلت، وهي التي تدير الصراعات العشائرية بل تدعمها، تدعم هذه الصراعات وتؤجج الموقف بين العشائر لخدمة مصالحها ومكتسباتها. وما يخدم مشروع أسيادهم في المنطقة لابد من هناك تداعيات للسلاح المنفلت والممارسات الإجرامية التي تمارسها هذه الميليشيات. لذلك العشائر ما تملكه من السلاح وتمارس هذه الصراعات المختلفة بيناتها سوف يؤدي إلى تزايد وتيرة النزاعات وإلى استمرار القتال بينها. وعلى أبسط الأمور لابد هذه الأمور تحل بطرق سلمية بسيطة، لكنها لوجود الميليشيات تؤجج الموقف بين العشائر ويستمر القتال، فيؤدي هذا القتال وهذه النزاعات إلى فقدان الأمن وإلى سقوط ضحايا من المواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة. بل يوفر هذه النزاعات العشائرية المناخ المناسب لهذه الميليشيات لغرض السيطرة على جميع القرارات المهمة التي تخص الدولة العراقية. إذن شيخ أحمد، أيضا المشاهد والمتابع أنه بعد زيارة السوداني بساعات لمحافظة ميسان مثلا، وعندما حاول التهدئة نشبت أيضا نزاعات عشائرية جديدة. يعني هل باتت الدولة غير قادرة برأيك في التحكم بهذه النزاعات العشائرية؟ الكل يعلم الحقيقة، لا دولة في العراق، من يحكم العراق هي الميليشيات المسلحة التي تحمل السلاح المنفلت بمجيء ما يسمى رئيس وزراء، والأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تقف بوجه هذه الميليشيات. فبالتأكيد فعندما تضعف هذه الدولة وتحل هذه الميليشيات العصابات يصبح السلاح المنفلت هو المسيطر على الشارع وهو من يتحكم بمصير الشعب. ولهذا أصبحت هذه العشائر تسعى بكل إمكانياتها على امتلاك هذا السلاح بجميع أنواعه، خفيف وثقيل ومتوسط، لتسليح أبنائهم. ولهذا نلاحظ أن الجيش وقوى الأمن لا تستطيع أن تقف بوجه أي نزاع عشائري. وعند زيارة السودان إلى مدينة ميسان بعد خروجه مباشرة أدى إلى قتل أحد الشيوخ العشائر في ميسان، إذن استمر النزاع، لا يستطيع السوداني أن يوقف بمنع هذه النزاعات. هاي نقطة. نعم. الدولة لا تستطيع العمل أي شيء، بل عاجزة في التصدي هذه ظاهرة دخيلة على العشائر العراقية، ما كانت موجودة سابقا بين العشائر العراقية. بسبب، وهذا يأتي كله بسبب الميليشيات وغياب دور شيوخ القبائل والعشائر الأصلاء. تعرف أنت الآن أصبح من يدير العشيرة هم شيوخ عشائر أوجدتهم هذه الأحزاب لغرض تمشية مشروعها في العراق. نعم. وهؤلاء العشائر ما يسمون نفسهم شيوخ العشائر لا يستطيعون الحقيقة أن يقفوا بوجه هذه النزاعات، بل يدعمون هذه النزاعات لغرض مصالح شخصية لهم. وهذا ما كشف عنه المعاون الأمني لمحافظة ميسان، قال أنه وتيرة النزاعات العشائرية تتصاعد مع البدء في أي حملة، مثلا لحملات الإعمار أو عقود استثمارات.
يعني هذه النزاعات أساسا إذن هي محاولة لاقتسام المناسب المكاسب لنقول بين العشائر الآن. نعم هذا واضح جدا. هذا واضح جدا بالنسبة هذه الميليشيات وهذه العصابات، هي من يقف وهي وأحزابها هي وراء كل تصاعد لنزاعات عشائري، وجعلت من المحافظات الجنوبية والوسط ساحة معركة محتدمة بحسم الصراعات السياسية والسيطرة على المناصب والمكاسب. يعني هذه وضحت لكل الناس ولكل المواطنين الذين يعيشون هذه الأحداث الحقيقة والانفلاتات الأمنية. بل تعمل هذه الميليشيات على تصعيد الانفلات الأمني، مما يسهل عليها حقيقة إذا سرقت ونهب ما يخصص للاستثمار والإعمار في هذه المدن. ونلاحظ أن بعد كل هذه حملات الإعمار أو العقود الاستثمار يكون هناك انفلات أمني، وهناك صراعات عشائرية، وهناك نزاعات عشائرية، وهناك يكون انتشار واسع للميليشيات والجماعات المسلحة. نعم، حتى تصريح وزير الداخلية فيه نوع من التناقض شيخ أحمد. يعني هو قال أنه نزع السلاح العشائري يحتاج إلى سنوات من الصعوبة الآن أن ننزع السلاح، ولكن في الوقت نفسه هو برر أو سوغ انتشار هذا السلاح بين العشائر لحماية نفسها مما يسميها هجمات إرهابية. كيف تصف هذا التصريح؟ طبعا هذه كذبة وضحك على البقون. حقيقة هم قاموا بحملات لغرض جمع السلاح المنفلت. شوف مع الأسف يعني يحون على مواطن اللي يحمل سلاح بسيط بيحمي نفسه به، ويتركون السلاح الثقيل والخفيف متصل عند الميليشيات. يعني لا تستطيع القوة الأمنية أو الجيش، مع الأسف يعني مع احتراماتي للجيش العراقي، أن يكون ضعيف أمام الميليشيات وأمام الأحزاب، وهم اللي وصلوا إلى هذه الحالة من خلال الحشد ومن خلال هذه الميليشيات الحقيقة. نعم. إذن شكرا جزيلا لك الشيخ أحمد الغانم، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي.